هذا يقول أنه يعمل في مؤسسة، يعمل في مؤسسة، وأنه أخذ قرض من بنك، أخذ قرضا من بنك على أن المؤسسة تسدد الفائدة الربوية، وهو ما يدفع إلا القرض فقط، ولكن المؤسسة تدفع عنه الفائدة الربوية. هذا القرض حرام، هذا القرض حرام، ولو كانت المؤسسة هي اللي تدفع الفائدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على ما دل عليه هذا الحديث، وإن كان الحديث ضعيفا، لكن الحجة بإجماع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء دفع الفائدة المقترض أو دفعها غيره نيابة عنه أو تبرعا له أو مساعدة له، ما يجوز هذا. نعم.